أحمد المغرب أيوب حدفيل، قميص أزرق الجزائر هيثم إسحاق. Man C category 71 kilograms, record of round 2. In blue center, Hayden Isaac represented Manchuria. In red ticket, Hattafin Ayoub will represent Morocco. But you must. You go. Okay. Okay, no, maybe left phone, we're going to see you. Okay. Please. Sir. Zakaria. Hello. Tapissé, catégorie 71 kilos, et Yoruk Matafi, Maroc, Maya Rouge. مصارعة إغريقية رومانية للدور الثاني، قميص أحمر المغرب أيوب حدفيل، قميص أزرق الجزائر هيثم إسحاق. مصارعة إغريقية رومانية للدور الثاني، قميص أحمر المغرب أيوب حدفيل، قميص أزرق الجزائر هيثم إسحاق. قميص أحمر تونس إكرام الحمولة، قميص أزرق المغرب باكا جاموس. المنزلة التالية انتصار باكا 57 كيلوغرام مصارعة جنسية الدورة الثانية، قميص أزرق الجزائر شاهيناز رانيا غوماني، قميص أزرق مصر فرح عادل حمادة محمد حسين. المنزلة التالية نصاف الجيل 80 كيلوغرام مصارعة إغريقية ورومانية الدور الثاني، قميص أحمر الجزائر محمد عبد الهادي قادم، قميص أزرق جنوب إفريقيا أوريش أويت،